هاي كانت كمان واحدة من الأشياء اللي خلتني أحذف الفيديو، يعني إنه كمان صار الموضوع سياسي، الفيديو صار سياسي أكثر منه. أنا رحت على السوق وسألت الناس، يعني بالنهاية أنا لما أروح على أي مكان في العالم بدي أحكي مع السكان المحليين، شو رأيكم بالحدود؟ لحقتو هنا باش نشرحوا الفيديو هذا. حطاب كان مشى للجزائر وكيعيطوا له الدول كيدير الفيديوهات على الدول، كيبين الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه في كل دوله. مشى للجزائر بدا كيبين، بدا كيوريو الجزائر كي دايره، وماشيين معاه يوتيوبرز اللي معروفين حتى هما كيوريوه. صدق لح الفيديو الاول، الفيديو الثاني كان مشى للحدود، الحدود ما بين الجزائر والمغرب. الحدود ما بين الجزائر والمغرب مشى سول الناس اللي كيبيعوا المنتوجات منها التوابل، قالوا له التوابل المغرب، الطاجين المغرب، كل شيء كان مكتوب فيه المغرب. هاد الفيديو ما عجبهمش في الجزائر، وراك عارف الجزائر اي حاجه مغربيه باغا تنسبها ليها، وفي الثانيه تجيب فيديو وتقول باللي الناس اللي الجزائر كيقولوا هادشي مغربي. حشومه، هضرب لهم الخطه ديالهم اللي كياخذوا فيها القفطان وخذوا بها المأكولات المغربيه وكلش كلش كلش ما عجبهمش. تخيل معايا السفير ديال الدوله ديال الجزائر اي صونع عليه ويقول له حيد داك الفيديو، راك انت كتشوه هنا سفير ديال الدوله. السفير ديال الدوله ما عجباتوش في الفيديو ديال الجزائري يقول هاد المنتوجات هاد التوابل كتجينا من المغرب، وعاد بغيتيهم يقولوا لك القفطان ديالك يشفروا بسيف عليك وانت كتشوف فيهم. نكملوا الفيديو، نكمل. السكان المحليين، شو رايكم بالحدود؟ شو رايكم هاي الاكلات من وين؟ انا هيك بسال عادي. فلما سالت واحد من اللي جاوبني قال لي انه هاد احنا بنجيب البهارات هاي او بنجيب هاي من المغرب. فهون كمان هاي نقطة ثانية كان زعلتهم، انه احنا لا، احنا ما بنجيب اشياء من المغرب، هاي مش من المغرب لا من الجزائر. واحد بيقول لي احذف كل المحادثة بيني وبينك، قلت الموضوع كبير جدا. السفير في الامارات كمان حكى معي قال لي احنا اعطيناك الفيزا وثقنا فيك، انت ليش عملت هيك؟ قلت انا ايش عملت؟ سفير ديال الدوله يصوني على واحد على فيديو علاش المنتوجات قال هذيك مغربيه، خصوش يقول مغربيه، ما خصوش يقول بلي حنا كنجيبوا منتوجات من المغرب، وحنا كنجيبوها، حنا كنجيبوا القفطان من المغرب، ولكن خصنا نقولوا جزائري، كنجيبوا التوابل من المغرب باش نصاوبوا بهم الماكله ديالنا اللي بيضاء ونقولوا جزائريه. وهذه هي الجزائر، حنا عرفناها وعارفينهم، فيهم النفاق والكذوب تعرفناه ولا عادي، خصهم يكسبوا لهم في الباسبور ديالهم هذه الدوله لديها كذا وكذا. والحمد لله هاد الفيديو هذا غادي يبين للعالم المعاناة اللي عندنا مع هاد الجيران اللي كيكذبوا اكثر ما كيهضروا.